وداعا أيها الحراس، أسعدني لقاؤكم، لكن القضاء عليكم يسعدني أكثر. ماذا؟ إنها فييرا وفت بوعدها. لا، هذا سيء. سأبتعد من هنا. أتظن تلك الخائنة أن في إمكانها الهرب؟ هيا أطلق مدافع الليزر. لن أسمح لك بتحطيم مركبتي. سيهلك الحراس إن لم تساعدهم فييرا. علينا أن نتحقق أن مركبتها قد دمرت. ها قد عدت. كاد يقضى علي، لكن الحظ حالف. أتشكين في قواي؟ ما رأيك أن تجربي إحدى ضرباتي لتتيقني؟ وقف أوديس على حق، كادت الحاكمة تهزمك بمركبتها. اذهب وتحقق أن مركبتها قد دمرت كلها، وبعدها سأدمر الحراس من أجل التسلية لا أكثر. ثقتك بنفسك كبيرة جدا، ومع ذلك سأقدم إليك شيئا يضمن فوزك على أولئك الحراس. هيا لورة مقاومة الجاذبية. أولا تحطمت. ممتاز، عاد هذا النصل سليما بلا أي خدش. جيد. انتهيت. أنا وريد بوت أصلحنا كل أسلحتكم التي تحطمت في المعركة مع دريليون. شكرا ميك. أهلا. لقد عادت جديدة. سنتمكن من قتال دريليون بها إن عاد، لكن أسلحتنا هذه لم تكن كافية لهزيمته. إذن كيف نستطيع هزيمته؟ ما هذا الشيء؟ إنه على شكل ليث. أنا لم أره من قبل. مرحبا يا حرة. الحاكمة فييرا، لما أنت هنا؟ أسقط جالفاناكس مركبتي، استطعت الهبوط بأمان. جيد أنك بخير، لم يتح لنا شكرك على مساعدتك لنا. إن ساعدتموني على إصلاح مركبتي فسأتمكن من مساعدتكم أكثر. وحدها مركبتي ستهزم دريليون. وكيف نستطيع إصلاح المركبة؟ هذا جزء من بلورة مقاومة الجاذبية، قسمتها ضربات جالفاناكس نصفين، هي الآن بلا فائدة. أحتاج إلى مصدر طاقة آخر لتطير مركبتي. ميك، أنت عبقري الآلات، ألديك فكرة؟ لا أظن أن علينا مساعدتها. ميك، كيف تقول شيئا كهذا؟ هذا لأنها حاكمة مجرة الأسود، موطني الأصلي، إلى أن أخذتني العائلة الحاكمة مع 100 آخرين وباعتنا لجالفاناكس. لم تخبرني من قبل كيف صرت سجينا عند جالفاناكس. هذا صحيح، لأني أكره تذكر الأمر، ولكن بسبب عائلتها لم أرى أهلي منذ 20 عاما. إنه محق. أنا آسفة يا ميك، عائلتي قاسية جدا، وكنت أريد أن أثبت أني قاسية وقوية كعائلتي، لكني تعلمت منكم أن اللطف أفضل. إن ساعدتموني فسأعود إلى مجرة الأسود وأغير طريقة الحكم المتبعة هناك. رفاق، انظروا، إنها مركبة الليث. هذه الصورة رأيتها من قبل.
ربما تريدنا البلورة أن نستعمل الفولاذ لتحويل المركبة إلى آلية جديدة. سيجعلها هذا تطير. إذا لنفعل ذلك، لنصنع نجم آليا جديد. ميك، ماذا؟ بقي قليل من النينجا الفولاذية. وهل يعد هذا كافيا؟ طيب، سنبدأ أنا وريد بوت العمل. شكرا جيد. ميك، شكرا لك ميك. هيا. أحب ممارسة الرياضة، إنها تصفي ذهني وعقلي وتجعلني أفكر في المهم، وهو كيف أصير أكثر شهرة. أحتاج إلى استراحة. وأنا ستزيد شهرتي إن أظهرت قوتي الرياضية. صح، ولكن أي قوة؟ مونتي، انظر هناك، أليست صخرة طافية؟ فيكتور، هذا الأمر لا يصدق. هي، ربما هذا ما يجعلها تطفو. سأجعلها تطفو. تلك البلورة تفقد الأشياء وزنها. أظن أن الوقت قد حان ليحصل البطل فيكتور على جائزته الخمسين. فكرتك مذهلة يا أودياس، فبهذه الذراع لن أهزم أبدا. اذهب يا دريليون، أنا واثق بأن الحراس سيظهرون عند وصولك إلى الأرض ليواجهوك. سأكون في انتظارهم. تفضل. أنصحكم بحضور هذا العرض. أي عرض؟ عرض مودي لفيكتور وهو يحطم الرقم القياسي في رفع الأثقال. حسناً. مذهل. أرجو لك التوفيق. بسلاسة وروية، لن تستغرق طويلاً. ما الأمر؟ كاميرات غالفاناكس عند الجبل الغربي. الجبل الغربي؟ حيث تحطمت مركبتي. أظنه يريد الإكمال علينا. علينا أن نوقفه. اذهبوا، سأرسل النجم عندما يعد. يا رفاق، لدينا مشكلة. ها هي ذي المركبة، وأخيرا سأجعلها ركاما. توقف مكانك أيها الخائن، لن ندعك تلمس المركبة. أنسيتم ما جرى لكم في المرة الماضية عندما حاولتم مواجهتي؟ لا، ولكن الأمر مختلف هذه المرة. هذا أملي. إنه وقت القتال. نجوم الطاقة، تثبيت دوران النينجا. حراس النينجا، لا فرصة لديكم للوقوف في وجه ذراعي الجديدة. لن تخيفنا بذراعي. سنرى ذلك. احترزوا. رودي. مفاجأة، حماسة دريليون عالية، ولا يعلم الحراس كيف يتجنبون ضرباته. ميك، نريد ذلك النجم بسرعة. يكاد يجهز. مذهل. ماذا جرى؟ فشلتم المرة الماضية وستخسرون هذه المرة أيضا. سارة، ماذا عن النجم؟ لا شيء بعد. ما هذا؟ كيف ظهر على رسغك؟ ميك، ظهر نجم جديد على ذراعي فجأة. أهو نجم الآلي؟ أظن أن للبلورة خطة أخرى لا نعلمها بعد. ماذا أفعل؟ حاول تدوير النجم. سأجرب ذلك. نيران الليث، دوران النينجا. درع نيران الليث اختفت. أشعر بقوة كبيرة وكأن طاقته تشحن. هذا مذهل. من الرماد إلى النار المشتعلة، نيران الليث الأحمر.
هذا؟ مستحيل. ميك، أعطاني النجم درع نيران الليث، أشعر بقوة كبيرة. قد تكون هذه فرصتهم للفوز. لم أكن أصدق أنك تغيرت حقا، لكن أنت معنا قلبا وقالبا. سأعمل مع الحاكمة على نجم الآلي. جيد. كي نعيد تشغيل المركبة ونحولها إلى آلي. رائع، ستتحسن الأمور من الآن فصاعدا. أجل. لا، وقعت في شر أعمالك يا دريليون، فهذه الدرع حامية كالنار الحمراء. انفجار نيران الليل، حاول الهرب. هذا مستحيل. أحمل لك رسالة من فييرا. خذ هذا. لا، يبدو أن درع نيران الليل ستغير مجرى المعركة. لن تقف الدرع في وجه ذراعي الجديدة. صاعقة نيران الليث الأحمر. رائع. أترون ما أرى؟ أوه أجل، درع مذهلة، قوية جدا، لا أصدق عيني. أعجبني نمط نيران الليث. مفاجأة. ستدفع ثمن ذلك أيها الحارس. أوه لا. انتهى أمرك. انتهى أمرك. لنقدم إلى برودي يد المساعدة، نجم العناصر. هجوموا يا رفاق. هجوم النينجا المعدني. حان دوري. ودوري بعدك. هاي، لا تنسوني. شدوا السلاسل بقوة الآن. ليفاي، حان دورك. نجم العاصفة، نمط البرق، دوران النينجا، هجوم برق النينجا. ضربة نيران الليل. صهر دراعي الجديدة. وستصهر مثلها يا دريليون. عاصفة درع نيران الليل، تثبيت. دوران النينجا، هجوم لهيب نيران ليث النينجا. الهجوم الأخير. ذهبت أحلامي في حكم المجرة سودا. أجل. قضينا علينا، لقد نجحنا. الجديدة أقوى مما تخيلنا. هل تتوقعون أن نتمكن من هزيمتهم بعد الآن؟ ضخم تريليون. إنها رجعة قريبة. استعدوا إلى نجم الآلي بسرعة. اصنعي لي نجما. جيد، إنه النجم الذي نريد، سأرسله لبرودي. هيا يا ميك، عليك أن تسرع. انظروا يا رفاق، مذهل. بالفعل هذا مذهل. هناك أجل. التصق بها. صارت المركبة آليا، وهذا سيجعلها أقوى. جيد. جيد. آلي نيران الليل، تعال إلي. أوه أجل، استمتع بآليك الجديد قبل أن أدمره. أهذا أفضل ما لديك؟ لم أفرغ منك بعد. وأنا لم أبدأ بك بعد. ميجازورد نيران الليل، زيادة الطاقة، دوران النينجا. هذا أمر سيء جدا. ميجازورد نيران الليل، مستعد. تحول إلى ميجازورد وتضاعفت قوته كثيرا.
لن تخيفني بدميتك. خذ هذا. هات ما عندك دريليون، فلدي اليوم بطوله. أحسنت يا أخي. خذ هذا وهذا أيضا. سيبني برودي على دريليون. قوي جدا. صحيح. نيران الليل، الهجوم الملتف، اطلق. هذا الهجوم الضعيف استطاع صد الهجوم. أجل، سأعطيك هجوما قويا وستندم على طلبك. لا، ضربة نيران الليل، الهجوم الأخير. ليس هذا ما طلبته. أحسنت يا برودي، انتهى العرض والفوز للنينجا. يسعدني أن درعي استعملت لفعل الخير للعالم أجمع. أعدكم أنني سأغير الأمور إلى الأفضل عند عودتي إلى مجرتي. حسناً، سنشتاق إليك كثيراً، ونعلم أن لديك واجباً تجاه وطنك. قبل أن أذهب، لدي مفاجأة لمك. مفاجأة؟ لي أنا؟ رسالة من مجرة الأسود؟ أمي؟ أبي؟ لا أصدق، هذان أنتما حقا؟ بلا شك يا بني. أنتما بخير؟ لم أفقد الأمل في أن ألقاكما يوما. ونحن لم نفقده يوما، يسرنا أن نراك في أحسن حال. أتوق إلى طمك بين ذراعي. ألم تأتي إلى موطنك؟ أمي، سأعود إليكما يا أبي، ولكن ليس الآن. أنا وأصدقائي لدينا عمل علينا إنهاؤه. اعذران. لا تعتذر يا مكموكي. المهم أنك بخير يا بني. أحبك أمي وأبي. ونحن نحبك أكثر. أنا لا أستطيع إخبارك قدر سعادتي برؤيتهما. شكرا. كانت لدي شكوك تجاهك، لكنك أثبتت لي أنك صالحة حقا. أشكرك يا أميرتي. الشكر لكم على صداقتكم، غيرتم حياتي وحياة مجرة الأسود كلها. سأعود إلى موطني ولن أنساكم أبدا، وإن أردتموني فنادوني. أنا ودرع نيران الأسود في خدمتكم دائما. أيظن فيكتور أنه سيحطم الرقم القياسي؟ إنه واثق بذلك. أيها الحضور الكريم، أهلا بكم في عرض البطل فيكتور فينسنت لتحطيم الرقم القياسي في رفع الأثقال. اليوم سيرفع أمامنا طنين اثنين، وإن نجح في ذلك فسنقدم إلى البطل هذه الكأس الرائعة. ستكون هذه جائزتي، 50 مونتي. ستفوز بها بلا أي شك. أقدم إليكم فيكتور فينسنت. أجل. يا هذا جزء من بلورة مقاومة الجاذبية. علينا أن نفعل شيئا. هيا. لا تتحرك الآن، سنثير شكوك الناس. راقبوا وتعلموا من المحترف. أه أه أه
القياسي. أنت بطل. هذه الكأس لك أيها البطل. جائزة الخمسين. الأثقال في الهواء، هذا لا يصدق. وها قد أثبت مرة أخرى أنني قادر على فعل كل ما أصبو إليه. فيكتور، انظر هناك. ثقيلة. لقد غششت. فيكتور فينسنت يستحيل أن يغش. نعم. هاي ما هذا؟ إياك وأن تلمسه. فيكتور. لا إله. ألا يزال في وسع الاحتفاظ بالجائزة؟ لا. فيكتور.